لكم جنان مبارح. هذا جاء في آخر لحظة. هذه قافلة تضامنية يعني سهرت عليها أسرة المساجد من خلال مجلس سبل الخيرات في ولاية العاصمة، ولكن أيضا في ولايات كثيرة لأنها انطلقت قبلها إلى الولايات المتضررة. ستكون هذه القافلة يعني التي فيها حوالي 8 مركبات تنقل مواد غذائية وتنقل أغطية، وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية في ولاية سقهراس، والعملية مستمرة إن شاء الله حتى يخرج الجزائري من هذه المحنة.